الحكايات اللي غادي تفيدها وتنصحها هي خديجة من فاس. صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم خديجة. عليكم السلام أختي. مرحبا بك معنا على راديو أصوات. الله يبارك فيك ربي يخليك. عندنا طلب ديال الأخت قالت لك البغرير ما كيصدق ليهاش. آه. وانت يا دابا ان شاء الله على يديك غادي تعلم وغادي تدعي معاك. شكرا. مرحبا خديجة. كنا ندير كاس ديال السميدة. اذا كاس السميدة. كاس ديال السميدة وجوج وكاس السميدة وكاس الفينو وكاس ديال الفورس ثلاثة. اذا كاس ديال السميدة رقيقة، كاس ديال الفينو فورس وكاس ديال الفينو واخا وشوية ديال الخميرة ديال الخبز. وشوية ديال الملحة. ايه صافي. وكنعجنو غير بالماء دافي عادي، كنديرو شوية قاسح شوية ماشي جاري. وكنبقى نعلك فيه هكا في شي بانيو صغيور، كنبقى نعلك وكنجري ساعة ساعة كنزيد شوية ديال الماء. اذا السيدة تعركو مزيان. مع اضافة شوية ديال الماء. كنخبطو مزيان. وكنبقى نزيد شوية ديال الماء بشوية حتى كيجرى. ايه صافي كنخليه يخمر ونديرو في المقلة. وكيجي متقب كيجي زوين. كيجي مزيون. والمقلة كديري بغريرة الاولى وكتبرديها بالماء. شنو هي المقلة؟ المقلة كتبرديها بالماء عاود ديري بغريرة الثانية وانتي نتا كتسالي. يعني كل مرة تطيبي بغريرة تبردي المقلة بالماء. ولكن ما تخليهاش فاسقة، السيدة تنشفها تمسحها بشي منديل. كل بغريره قلت لك من بعد خصها تمسح المقله ما تبقاش فاسده. لا ما كنمسحهاش. كتخليها فاسده. كانت عندها المقله كتبرد تبردها، كانت عندها المقله ما كتبردش دير فيها عادي. صافي. وتبارك الله عليك وكنشكرك على هذه النصيحه. احنا كنشكرك على هذا البرنامج. بغيت ندوز لك اختي الله يجازيك بخير على شي عندها شي مشكل باش تقولوا للدكتور عماد. ها هي الاخت هاجر غادي تاخذ السؤال ديالها للدكتور عماد، هو غيخلط معنا في البرنامج من دابا خمسه ديال الدقائق وان شاء الله نجاوبوها عليه. كنعاود نذكر اذا النصيحه باش يصدق لك لاله البغرير ويكون متقب، غادي ديري فيه كاس ديال السميدة رقيقة، كاس ديال دقيق فورس، كاس ديال الفينو، شوية ديال الخميرة ديال الخبز وشوية ديال الملحة وكتعجنيه بالماء دافي وانتيا كتعركي مع إضافة الماء تدريجيا كيف قالت لنا نصيحة ديال الأخت الحلقة خديجة. ومن بعد كتبقاي طيبي كل بغريرة وكتبردي من بعد هاد الشيء المقلة وتعاودي العملية حتى كتطيبي ديك البغرير ديالك كامل وإن شاء الله غادي يجيك بالشهوة. شكرا لك أخت خديجة.